نظم ذو فاجعة العبارة في الموصل وقفة عند موقع الجزيرة السياحية في المحافظة، مطالبين الحكومة الاتحادية في بغداد بتخصيص رواتب لعوائل الضحايا مع إنصافهم بعد سنوات على الكارثة. من الذكرى الأليمة فاجعة العبارة التي مر على ذكرى 4 سنوات. اليوم احنا بالنسبة لنا نطالب الجهات المعنية والمسؤولين والسيد محافظ نينوى بالإلهام والمتابعة لعوائل ذوي الشهداء من عوائل أهالي العبارة الكرام التي مر على الفاجعة 4 سنوات. اليوم أكو بعض التقصير من قبل الجهات الحكومية والمعنية، نطالبها بالإسراع من أجل إيصال حقوق ذوي الشهداء وعوائل المواطنين الذي جار عليهم المدة التي مع كل الأسف نقول 4 سنوات، وهي يعني ما من الممكن أنه معاملة تطول 4 سنوات وهو حقوق شهيد وحقوق تقاعدية والتي يعني ما لا تقدر بثمن. هم تركوا يعني عزمة يملكون. وقفتنا أنه مثل ما يقولون راحنا ولا الشباب، إيش وقفتنا؟ وقفتنا أنه غيرة دفعت هالشخص هذا أنه جاي ينقذ هالعالم هذا، وسبحان الله الله احتسبه مع الشهداء والحمد لله، وكل سنة علينا الله وكيل جرح ينفتح ما يسد. اي والله ما ينسد، لان ما دام هاي العباره موجوده ايش قد ما نروح ونجي من هنا تبقى الله وكيل بحني دائم شي بالجسر القديم ساعاني واقفه حتى بالهم انتحر. قلت لهم لا يابا باكر الذكرى مال ابن اخويا هنا، هذا مكانه غرق دفعته غيره. اي والله غيرته اللي دفعته خلته ينقذ هالعالم، والتالي ما تالي المقروض راح دفع ثمن وثمن غيرته. انا عندي 4 ويلات كسبة، اخوت الشهيد ابوه معوق مقعد، يعني ابوه ما يقدر يشتغل، يعني هم المفروض احنا الاولويه يسوون راتبه يسوون حقوقه، ما بس حق ابني، اريد كل حقه للعباره، لان يعني احنا كلتنا راحوا ولادنا ما راحوا يجي من عندنا. انا ابني 25 سنه عريس، ترى نهار خطوبته.